احنا وصلنا للمرحلة النهائية مع المتسابقات نورة صالح، سلمى عبد العزيز، وجدة سفان. والآن الفائزة بالمركز الثالث سلمى عبد العزيز، ألف مبروك. الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة القرآن هالسنة هي نورة صالح، مبروك يا نورة. ألف ألف مبروك يا بنت سفان. طبعاً أنت فزتي بالمركز الأول، وهذا بسبب التزامك ومثابرتك، وأتمنى أن باقي البنات يأخذونك قدوة. ألف مبروك. ها قولي لنا وش ناوية تسوين بالجائزة؟ أشري السيكل المحلي جنبنا. نعم؟ أشتري سيكل محل جنب بيتنا، بس طبعا من دون كفرات اللي ورا لاني عارف اسوق. يعني مو من الأحسن نتبرع بمبلغ الجائزة لمثلا أخواننا في فلسطين؟ طبعاً أنت عارفة أن السيكل مو للبنات، خصوصاً البنات المؤدبات المؤمنات اللي يخافون على روحهم وعلى شرفهم. بعدين أنا ما أعتقد أن أهلك بيوافقون. خلاص إحنا نتبرع بالجائزة تحت اسمك، وبعون الله تنالين الثواب. شكراً وجدة، تقدرين تروحين الحين. خلاص بنات تقدرون تروحون الحين. بس الظاهر ما في فايدة. تحسبين انك تقدرين تسوي اللي تبينه وما حد يدري عنك؟ تصرفاتك الغبية هذه بتطاردك طول عمرك. تقصدين زي حرامية كل وسيم؟ ما فزتي؟ وين الفلوس؟ في فلسطين.